بتنفيذ العمليات العسكرية الحديثة والتي تعتمد في تنفيذها على عناصر القوات الخاصة. اهتمت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بتطوير ودعم قواتنا الخاصة من خلال خلق كوادر جديدة ذات مواصفات معينة وكفاءة قتالية عالية لها القدرة على تنفيذ المهام الصعبة برا وبحرا وجوا. ومن هنا أنشأت فرقة القوات الخاصة المصرية والتي تعقد بمدرسة الصاعقة تحت إشراف قيادة وحدات الصاعقة، وذلك لتدريب المقاتلين على أحدث تكتيكات القوات الخاصة. ومن هذا المنطلق يتم عقد فرقة القوات الخاصة على مدار 34 أسبوعا كاملا، بعد أن يمر الفرد بفترة تأهيل تنتهي بسلسلة من الاختبارات، وذلك لتصفية المتقدمين للفرقة كالكشف الطبي الشامل واختبار اللياقة البدنية واختبار السباحة واختبار الضاحية، والتي تتكون من 6 مراحل نوجزها في الآتي. المرحلة الأساسية، مدة هذه المرحلة 7 أسابيع، يتم التدريب فيها على رفع مستوى اللياقة البدنية والتحميل الجسماني والضغط النفسي. وذلك من خلال التدريب على أعمال التسلقات، التجديف في المناطق المختلفة، التدريب على أعمال السباحة العسكرية، واختبارات الثقة. المرحلة المتقدمة، مدة هذه المرحلة 4 أسابيع، يتم فيها الارتقاء بالتدريب إلى مستوى أعلى كالتدريب على المهارات المائية في حمام السباحة، مثل التعايش في الماء ومقاومة الغرق. دراسة الإسعافات الأولية والتدريب على إنقاذ الغرقى بالطرق المختلفة. اختراق الضاحية لمسافات طويلة. عبور الموانئ المختلفة.
المكثفة والتحميل البدني. اختبار قوة التحمل في التدريب المتواصل لمدة 6 أيام بدون نوم في أسبوع الجحيم، حيث يصل الفرد في هذه المرحلة إلى أعلى درجات قوة التحمل والجلد. وتأتي مرحلة التدريب على أعمال الغطس الدفاعي والهجومي، ومدة هذه المرحلة 9 أسابيع. يتم فيها التدريب على أعمال الغطس الدفاعي باستخدام أجهزة الدائرة المفتوحة. التدريب على أعمال الغطس باستخدام أجهزة الأكسجين ذات الدائرة المغلقة. التدريب على مهاجمة الموانئ والوحدات البحرية المعادية والأهداف الساحلية المنعزلة باستخدام أجهزة الغطس ذات الدائرة المغلقة.